مساء الخير، سلام فرنا الحلوين. اليوم ويانا الدكتور حسن البحراني، عنده لقاء ويا الأستاذ بكر خالد على قناة الشرقية، برنامج صباح الشرقية، واللي هو راح يتحدث عن موضوع عملية تغيير لون العين اللي هي غير مصرحة طبيا وعلميا، وتسبب مشاكل كلش هواية، منها ارتفاع ضغط العين، ماء الأبيض، التهاب القزحية، هواي أمور. فيعني دائما ما ننصح بيها بإجراء هاي العملية، وهواي أسئلة تجينا على الفيسبوك، عن الانستغرام، سناب شات، أنه نريد نجري هاي العملية. هواي أطباء مع الأسف يجرون هيج عمليات بس هي غير مصرحة طبيا وعلميا. والبرنامج راح يبث على قناة الشرقية يوم السبت.